أقول أعوذنا بالله من البشت والشيخ، أخص ناس ما لهم قابليه لصار يلبس هالحفلة وتكشيخ وغافل بشبع الدني تهعن وخيه ياكلا على المراتي ملازيخ بطونهم من نعمة الله مليه، ولا تغدى وعاد جتك الصواريخ وكل سرد له قصة عالمية وصلح يجده بالمعارك تواريخ وحطه هو اللي قايد للسرية ومن فعل هقفه لابسين المجاويخ يوم اعتلى من فوق سرجة العبيه وعديد ربعه يوم دور المناويخ ولا يلتفت للقوم من دون ميه ما يدري ان المدح لازاد توبيخ لصار جده ما برز بس ميه الشيخ اخو نمشه عقاب هو الشيخ اللي الربعه ساق روحه هديه والشيخ ابو عسكر عداته مرضيخ يوم انتخت سربه لقت به حميه ولا انت لك شيخه طهياط وطخاطيخ ولا انت لك شيخه طهياط وطخاطيخ مستشيخ يا الشيخ مالك سنيه وبشير مبطي قال يا اهل المنافيخ راعوا وش اللي جنب بوش وخويه وقال بسطو كول وفواكه وبطيخ الشاعر اللي مفرداته قويه البشت تزها في متون المصاليخ اما الملك ولا المحنك وليه ممدوح مطلق الجعفري.